دائما ببرنامج كهرمان نحرص على صحتكم متابعاتنا العزيزات، ولأن الرياضة جزء مهم ومفيد بحياتنا، فأكيد أن فقرة خاصة عن التمارين الرياضية اللي ممكن أي سيدة تسويها بالبيت بدون ما تحتاج أن تروح للجيم. أكيد بخصوص هذا الموضوع ضيفتنا اليوم هي مدربة رياضة، راح تعلمنا على تمارين جدا فعالة ممكن نعتمدها بالبيت. ويانا مدربة رياضة إيفانا، هاي هاو ار يو؟ هلو، أنا بخير وسعيدة لأني هنا. احنا ايضا كلش فرحانين وسعيدين بوجودك ويانا، واكيد راح نستفاد من خبرتك، وانا وياك والمتابعات راح نشوف تمارين حلوه وفعاله ممكن نعتمدها بالبيت، لانه مو كل السيدات يقدرون يروحون للجيم، لا وقتهم يسمح ولا ممكن مثلا اكو جيم خاص للسيدات قريب عليهم. فالتمارين بالبيت ايضا فعاله ومفيده، فراح نبلش ب the first exercise. Okay. What kind of exercise today we will do exercise. تمارين لجميع أجزاء الجسم في البيت بدون معدات رياضية، والتي تستطيعين ممارستها في أي وقت سواء الليل أم النهار. وسنركز على كل الجسم، وكل ما تحتاجين إليه هو كرسي فقط. Okay. Let's start. First exercise. أول تمرين رياضي، سوف تستخدمين الكرسي ورجلك اليمنى في مقدمة جسدك والأخرى على الكرسي، وستركزين على الجزء الأمامي من جسمك مع استقامة الركبة. ببطء استخدمي عضلاتك للنزول والصعود. حيث يمكنك القيام بهذا التمرين لعشر مرات على ثلاث مجموعات. بعد ذلك تقومين بنفس التمرين للرجل الأخرى مع التركيز على التنفس. Focus on your breathing every time. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Second exercise is for. أما التمرين الثاني فهو للجزء العلوي للجسم، وسنركز على عضلة اليد والظهر، ونستخدم الكرسي أيضا ونضع كلتا اليدين بهذا الشكل، ونستخدم كعب القدم لموازنة الجسم مع الانتباه على استقامة الظهر. And same thing, look straight, slowly go down all the way up. When you go down, count 3 seconds. 1, 2, 3, up. And same repeat. وإعادة هذا التمرين لمدة 10 مرات على ثلاث مجموعات. 3 times every time 10 times. Yes. Okay. Next one same for upper body, it's a push up, arms, chest, okay? This one is a little bit هذا التمرين صعب، ولكن مع التمرين المستمر تستطيعين القيام به. استخدام اليدين على الكرسي وتثبيت الجسم على رؤوس أطراف الأصابع. Same on breathing and slowly go down, up. Repeat. وتقومين بإعادة هذا التمرين لمدة 10 مرات على ثلاث مجموعات. Okay. سرح ننتقل إلى تمرين جديد بدون استخدام الكرسي، اللي هو خاص أكيد لمنطقة البطن. كنا نحب ونحرص على أن منطقة البطن تكون مشدودة، فإيفانا راح تعلمنا تمارين بسيطة ممكن نعتمدها بالبيت حتى نحصل على منطقة بطن وأسفل البطن، المعدة وبطن تكون مشدودة بطريقة حلوة. Okay, let's start. Okay. You can support with your arms. Okay. أما التمرين الرابع هو تثبيت الجسم على الأرض مع استقامة الجسد والقدمين والتركيز على عضلات المعدة. Stomach. Breathing. Do it slowly. Okay. And this exercise. وتستطيعين القيام بهذا التمرين ببطء شديد وأكثر من 10 مرات. إذن هذا التمرين اللي سوته مدربة الرياضة إيفانا هو مثل ما قلنا خاص لمنطقة المعدة والبطن حتى نحصل على منطقة مشدودة. نسويها على 4 مجاميع، وكل مجموعة من 12 إلى 15 مرة. أكيد مع التمرين المستمر حنحصل على منطقة بطن ومعدة مشدودة، وأكيد مستمرين متابعتنا العزيزات وياكم بالتمارين اللي ممكن نعتمدها بالبيت. So what's the next exercise? Next exercise same, you can use the chair
Okay, this is exercise for all body. هذا التمرين لكامل الجسم باستخدام قدم واحدة على الكرسي ورفع الجسم بالشكل كامل والتركيز على قدم واحدة في هذا التمرين. And you go up, your knee up, down. Okay, here, up, down. Up, down. This exercise يمكنك القيام به لمدة 10 مرات. Right? Yeah. Okay. مثل ما شفنا إيفانا سوت لنا تمارين جدا حلوة لمنطقة أكيد الأرجل، نسويها على 3 مجاميع كل مجموعة 10 مرات، أكيد رح نحصل على منطقة مشدودة والجسم بالكامل إذا استخدمنا هاي الحركات بالكامل رح نحصل على جسم مشدود 100%. This exercise for the side. Okay, for the sides. Okay. هذا التمرين لنحت الخصر، حيث تستطيعين استخدام يدك اليسرى مع الجهة اليمنى من جسدك والعكس. And you can do like cycling, rotate your upper body, touch your opposite knee and go. مثل ما شفنا متابعتنا العزيزات، هذا التمرين كان لمنطقة الجوانب والخصر بالتحديد. نكرر هذا التمرين 3 مجموعات كل مجموعة 10 مرات، راح نحصل أكيد على منطقة خصر أصغر والجوانب راح تكون مشدودة وبطريقة حلوة. وأكيد بنهاية فقرتنا المفيدة لليوم والتمارين الجميلة متابعتنا العزيزات، راح نسأل إيفانا إذا عندها نصائح حلوة لمتابعتنا العزيزات ممكن تفيدكم، لسواء للبنات اللي متدربين قبل أو اللي حابين يتدربون بس مكسلين. So what's your advice, إيفانا؟ Okay, for the woman which never tried any kind of exercise and want to. للنساء التي لم تقم بأي تمارين رياضية من قبل، هناك نوعين من الرياضة، طبعاً باستخدام الصالة الرياضية أو المنزل حسب هدف المرأة. إذا كانت الغاية هي خسارة الوزن، فعليها بالقيام بالتمارين الهوائية، منها المشي وعلى الأقل 10,000 خطوة في اليوم. They just need to start a little bit with more activity like cardio exercise, do some steps at home, walking around at least 10,000 steps per day. أما إذا كان الهدف هو الحفاظ على شكل الجسم أو تغييره للأفضل، فيفضل استخدام وزن الجسم في حال لا يوجد صالة رياضية لمدة 45 دقيقة في اليوم إلى ساعة. That means don't need to now buy any kind of expensive equipment or anything. Just start with your body weight. بعد ذلك يمكنك التوجه للصالة الرياضية باستخدام المعدات واستخدام الأوزان الثقيلة لنحت الجسم. Can come in the gym, of course, there is a little bit advanced level and where we can use more equipment and of course your result will be better. وبنهاية حلقتنا لليوم وفقرتنا المفيدة متابعاتنا العزيزات، أرجو أن تكونوا حبيتوا الفقرة، استفادتوا من كل التمارين البسيطة، وأكيد نلتقيكم بكل ما هو مفيد متابعاتنا العزيزات في الحلقات والفقرات المقبلة. Thank you so much, Ivana. Thank you. Thank you for coming. Thank you so much. See you again. Thank you. See you. Thanks.